أهلا بكم من جديد. برا وبحرا وجوا تفرض الحكومة الإسرائيلية حصارا كاملا على قطاع غزة، مما أثار الحديث عن أهمية المعابر التي يستمد منها سكان القطاع مفردات حياتهم اليومية. أول هذه المعابر معبر بيت حنون، وهو أو ما يعرف باسم إيريز، ويقع شمال قطاع غزة وتسيطر عليه إسرائيل، ويمكن وصفه بأنه نقطة حدودية بين الأراضي المحتلة وغزة، وهو البوابة الوحيدة التي تمكن أهل القطاع من الوصول إلى الضفة الغربية بشكل مباشر، وتغلقه إسرائيل ولا يسمح إلا لموظفي المؤسسة الأجنبية وبعض الشخصيات المهمة والتجار وبعض الحالات الصحية بالمرور منه بعد التنسيق مع الارتباط الإسرائيلي والحصول على التصاريح اللازمة. ثاني هذه المعابر هو معبر المنطار، ويعرف إسرائيليا باسم كارني، ويقع شرق مدينة غزة وتسيطر عليه إسرائيل، وهو أهم المعابر في القطاع، وكان أكبرها من حيث عبور السلع التجارية بين القطاع والأراضي المحتلة، ويخضع كذلك لرقابة شديدة، وكان معدا لتصدير البضائع واستيرادها من غزة وإليها، ويعتبره الغزيون شريان الحياة، إذ أنه معد ليستوعب ما حجمه 220 شاحنة يوميا. ثالث هذه المعابر هو معبر العودة، أو ما يعرف بإسرائيليا وهو معبر صوفيا، ويقع شرق مدينة رفح وتسيطر عليه إسرائيل، ويعد معبرا صغيرا ومخصص للاستيراد فقط وتحديدا مواد البناء. أما معبر الشجاعية، أو ما يعرف أيضا إسرائيليا بنحال عوز، ويقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتسيطر عليه كذلك إسرائيل، ويستخدم لعبور الوقود نحو القطاع عبر أنابيب معدة لهذا الغرض. خامس هذه المعابر هو معبر كرم أبو سالم، أو ما يعرف إسرائيليا بكريم شالوم، ويقع في رفح عند النقطة الحدودية المصرية الفلسطينية الإسرائيلية، وهو مخصص لحركة التجارة. أما معبر القرارة، والذي يعرف إسرائيليا بكيسوفيم، فيقع في شرق خان يونس ودير البلح، وهو معبر مخصص للتحرك العسكري الإسرائيلي، حيث تدخل منه الدبابات والقطع العسكرية كلما قررت إسرائيل اجتياح قطاع غزة. وفي ظل إغلاق إسرائيل لهذه المعابر الستة والضغوط التي تمارسها على سكان القطاع، تسعى السلطات المصرية من خلال معبر رفح جنوب قطاع غزة، والمخصص بالأساس لنقل الأفراد، إلى استغلاله لنقل مزيد من المساعدات التي تأتي في أغلبها من الحكومة المصرية أو من خلال حملات التضامن من الشعب المصري. كان هذا عرضا لأهم المعابر التي يتنفس منها سكان القطاع ويستمدون منها أولويات حياتهم اليومية، التي باتت الآن مغلقة بفعل الحصار الإسرائيلي برا وبحرا وجوا. تغطيتنا مستمرة لتطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن غاراتها على قطاع غزة وسط استهداف لسيارات الإسعاف، كما أشار مراسلنا إلى دوي أو سماع دوي انفجارات عنيفة وتصاعد لأعمدة الدخان غرب قطاع غزة. كما أضاف أيضا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت حزاما ناريا غرب القطاع، كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي عائلة بأكملها بمخيم البريج وسط غزة، وقصفت طائرات الاحتلال منطقة الخلفاء بمخيم جباليا والمستشفى الرئيسي في بيت حنون. وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفيات قطاع غزة. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 974 شخص، كما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 5000 مصاب. وأوضحت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 24 شهيدا، فيما أصيب نحو 150 آخرين.
كما أفادت مراسلتنا بأن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير كبير في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة، ما حال دون قدرة سيارات الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إلى المنطقة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق. ودمرت طائرات الاحتلال ومدفعيته منطقة الكرامة بسيل من الغارات المتواصلة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ضرب أهدافا بحرية في قطاع غزة وقتل فلسطينيا كان يحاول التسلل عبر البحر، مضيفا أن مرفأ خان يونس وغزة كانا يستخدمان لشن هجمات على الجانب الإسرائيلي. وأوضح جيش الاحتلال أن المرفأين ضربا بالمدفعية من قوارب إسرائيلية ومروحيات حربية ومدافع أرضية. كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت أن الهجوم العنيف على قطاع غزة سيشمل عمليات برية وسط قصف متواصل لجيش الاحتلال على القطاع المحاصر. وأشار جالانت إلى أن ما كان في غزة لن يكون موجودا بعد الآن، مضيفا أنهم بدأوا الهجوم من الجو وسيأتي لاحقا من الأرض، مؤكدا أن حالة الهجوم ستشتد حدتها. كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرة محملة بالذخائر وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل. وكما أوضح جيش الاحتلال إن الشحنة تحتوي على أسلحة متقدمة تعهدت بها واشنطن لتل أبيب. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد بدعم إسرائيل ووجه تحذيرا لكل من قد يسعى إلى استغلال الوضع الحالي. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بنزوح أكثر من 263 ألف شخص داخل قطاع غزة منذ السبت، وذلك جراء التصعيد الأخير بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، موضحا أن عمليات القصف الإسرائيلي دمرت أكثر من 1000 وحدة سكنية، فيما ألحقت أضرارا بالغة في 560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن. وأشار المكتب الأممي إلى لجوء نحو 175 ألفا من أولئك النازحين إلى 88 مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. فيما أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الوضع في قطاع غزة كارثي، محذرا من قرب نفاد مخزونه من الاحتياجات الإنسانية. وكان البرنامج الأممي أطلق ما وصفها بعملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أنهم يواجهون ظروفا صعبة ويفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية. من جهتها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن مخزون الوقود لتشغيل المولدات في مشافي غزة سينتهي غدا الخميس، الأمر الذي سيفاقم الأوضاع الصحية الكارثية في القطاع. من جانبها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية في غزة إن عددا من مؤسساتها مهددة بالتوقف عن العمل، مناشدة الجهات المعنية كافة بتوفير الوقود اللازم لسد العجز في الكميات. قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم إن الوقود المتبقي في شركة كهرباء غزة يقدر ب 300 ألف لتر ويكفي لنحو 12 ساعة فقط. من جانبها أطلقت بلدية غزة نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية بضرورة التحرك السريع لوقف القصف الإسرائيلي المدمر والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة. كما حذر المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة
من قتل جماعي جراء نفاد الوقود خلال ساعات، ما ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة تقديم الخدمات الحياتية الأساسية لأكثر من 2,300,000 مواطن. وأطلق القطاع نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية بضرورة التحرك السريع لوقف العدوان الإسرائيلي. تنضم إلينا من رام الله ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية، ما الجديد لديك ولاء؟ أهلا بكم. نتحدث عن مستوى الضفة الغربية، ما زالت الحواجز تزداد أكثر فأكثر عن المدن والبلدات والقرى الفلسطينية. بالأمس كان هناك عدة مسيرات جابت شوارع المدن في الضفة الغربية، نتحدث عن رام الله، عن جنين، عن طول كرم، قلقيلية، جنوب أيضا الضفة الغربية، نتحدث عن الخليل، بيت لحم. كل هذه المناطق جابت فيها شوارع الضفة الغربية مسيرات مندد. نعم ولا، يبدو أننا فقدنا الاتصال بولاء، سنعيد مرة أخرى الاتصال لتعرف أكثر حول آخر التفاصيل في الضفة الغربية. أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ويواصل انتهاك القوانين الدولية ومنع الامدادات الغذائية عن قطاع غزة. وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية، دعا الشلالدة الأمم المتحدة إلى عقد جلسة لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. فيما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مكثف على حي الرمال بمدينة غزة، والذي أسفر عن دمار هائل. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن عملياته امتدت إلى 200 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية، مشيرا إلى أن حي الرمال كان من بين الأهداف الرئيسية التي ركز عليها. وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا اليوم على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل العدوان الإسرائيلي. وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت في وقت سابق طلبا من فلسطين بعقد دورة غير عادية لمجلس وزراء الخارجية العرب، فيما دعا المغرب رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، دعا إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب بهدف التشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين وبحث سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير. كما أعلنت السلطات الأردنية إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين الفلسطينيين والشحن بين الأردن والضفة الغربية. وأوضحت مديرية الأمن العام الأردنية استمرار حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي. قالت الحكومة الدنماركية إنها ستعرض إجلاء مواطنيها ومن يحملون إقامات دائمة فيها من إسرائيل وفلسطين. وذكرت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان أن هناك نحو 1,200 دنماركي يعتقد أنهم في إسرائيل و90 يعتقد أنهم في الأراضي الفلسطينية. وأضافت أن طائرات سترسل إلى المنطقة وستبدأ عمليات الإجلاء في الأيام القليلة المقبلة. We'll be right back.
ينضم إلينا من قطاع غزة أمجد شاوة، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أهلا بك أستاذ أمجد. هناك حالة ملحة وأيضا احتياج كبير ونقص كبير أيضا في جميع الخدمات الأساسية في القطاع. هناك أيضا حاجة إلى مساعدات بشكل عاجل إلى القطاع. حجم هذه الاحتياجات أستاذ أمجد؟ شكرا جزيلا. يعني نحن أمام مأساة إنسانية كبيرة جدا ولا يمكن وصفها ولا يمكن بأي من الكلمات. هناك أعداد كبيرة من الجرحى تصل إلى والشهداء تصل إلى المستشفيات منذ ساعات فجر هذا اليوم. هناك مجازر ترتكب وارتكبت على مدار الأيام الأربعة الماضية، واقع إنساني غير مسبوق. وقد شهدنا بالسابق اعتداءات إسرائيلية، ولكن هذه المرة الأعداد كبيرة جدا. هناك بيوت تسقط على بالقصف على ساكنيها، هناك أناس تحت ركام المنازل حتى الآن لم يتم انتشالهم. واقع صعب جدا في ظل النقص الحاد بكل الإمدادات الغذائية والطبية، وأيضا ما يتعلق بالمياه والكهرباء. الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان أغلق كل المعابر ومنع إدخال أي شكل من أشكال المساعدات رغم النداءات الدولية بفتح ممرات إنسانية لإدخال هذه المساعدات. هناك نداءات مختلفة من الجهات المختلفة. النداء هذا الصباح من وزارة الصحة فيما يتعلق بالمستلزمات والمهمات الطبية التي تتناقص بشكل كبير جدا، وهي أصلا كانت شبه نافذة قبل هذا العدوان. اليوم أعداد كبيرة من الجرحى، ولا يمكن أن ننسى أيضا أن هناك مرضى بحاجة للعلاج للأسف الشديد. طبعا هناك واقع صحي صعب جدا. موضوع الكهرباء أمامنا 12 ساعة فقط لتوقف محطة توريد الكهرباء التي تعطي ساعتين فقط في اليوم من الكهرباء. هذا سيدخل النظام الصحي وقطاع المياه وقطاع الصرف الصحي في كارثة بمعنى الكلمة، وسيدخلنا جميعا في كارثة من نوع آخر نعيشها، وحلقات جديدة من المأساة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني. وفاجعة لا يمكن وصفها. إذا ما توقفت هذه المحطة حتى الساعتين لربما تمثل بارقة مهمة للناس في ظل هذه الظروف الصعبة. أيضا هناك أكثر من 300 ألف مواطن نزحوا إلى خارج بيوتهم بسبب القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق قطاع غزة والتهديدات والبحث عن الأمن. هناك إلى مراكز اللواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل الأونروا، إلى أسر مضيفة، إلى مراكز وزارة التنمية الاجتماعية. هناك نقص حاد في المواد الغذائية التي تقدم، ولكن الأوضاع الحالية هو عدم توفر مياه الشرب في ظل عمليات القصف وانقطاع التيار الكهربائي. لا يمكن توفير الشرب للأعداد الكبيرة من السكان في مراكز اللواء، وهذا طبعا كارثة أو آخر. ونحن نتحدث عن أطفال ونساء ومرضى وأشخاص ذوي إعاقة موجودين في مراكز اللواء. هناك أيضا استهداف مباشر لكل شيء، حتى سيارات الإسعاف. للرب مع هذا الصباح أن سيارة إسعاف كانت تحمل جرحى تم استهدافها واستشهد من فيها. فالأوضاع الإنسانية تزداد سوءا وصعوبة في ظل هذه التهديدات الإسرائيلية بمنع إدخال أي شكل من أشكال المساعدات، وأيضا في ظل القطاع التيار الكهربائي تؤثر على قطاع مهم وقطاع المياه التي تصل إلى البيوت. لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. نعم. كيف تعملون أنتم كشبكة منظمات أهلية في ظل هذا الوضع أستاذ أمجد؟ يعني نحن نعمل باتجاهات مختلفة، سواء مع المراكز اللواء لتوفير ما يمكن توفيره بالإمكانيات قليلة بالأساس. أيضا هناك لا يوجد مخزون استراتيجي في قطاع غزة للمواد الغذائية وغيرها من المواد المطلوبة. هناك نقص مثلا حاد في الفرشات والأغطية والملابس. الجميع خرج من بيوته التي قصفت ودمرت بلا شيء، فيلجأ إلى مراكز اللواء وإلى أسر مضيف. طبعا في أوضاع إنسانية صعبة، هناك من فقد أحبائه، هناك من فقد أفراد من عائلته. فبالتالي نحاول أن نوفر بعض الإمكانيات من مستلزمات، من أيضا المساعدة في القطاع الصحي. هناك لدينا مؤسسات أهلية، لدينا بعض المراكز الطبية والمستشفيات التي تعمل جنبا إلى جنب
مع القطاع الصحي الحكومي لتقديم الخدمات سواء للجرحى وأيضا للمرضى الذين هم بحاجة ماسة أيضا لعملية الإسعاف وتقديم الخدمات الطبية. نعم. هناك برامج الدعم النفسي للأطفال الذين طبعا لا تتطور ما مع الأطفال، هذه ليست الحرب الأولى ولكن تكاد الحرب الأسوأ والأفظع. نعم. والتقديرات أيضا تشير أن هناك 10% من الضحايا من الأطفال، الأعداد تفوق ذلك كثير بالنسبة لموضوع الأطفال، هناك تقريبا ربع الذين استشهدوا هم الأطفال والمصابين. فالدعم وهناك طبعا تقريبا 7% هم من النساء، هناك كبار سن، هناك أشخاص استشهدوا الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الأرقام من المهم جدا للأسف الشديد أن المجتمع الدولي يغمض عينه باتجاه هذه النداءات التي تطلق من خلال المدنيين، وتكاد الرسالة تصل في ظل عدم وجود وسائل إعلام غربية دولية في قطاع غزة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول أيا كان إلى قطاع غزة لمشاهدة هذا الوقائع التي تحدث في قطاع غزة بأم عينه. النداءات يجب أن تصل، ونأمل أن يكون هناك تحركا جديا باتجاه فتح ممرات إنسانية. نعم. وحماية المدنيين الفلسطينيين بالأساس، وأيضا قبل ذلك كل وقف هذا العدوان الإجرامي على أبناء شعبنا. وهناك أيضا استهداف للصحفيين، 7 شهداء من ضمن الزملاء الصحفيين استشهدوا خلال هذا القصف. إلى أي مدى يمكن لقطاع غزة أن يتحمل هذا الحصار الخانق من قبل إسرائيل؟ يعني رغم كل هذا ما حدث فيه هناك إرادة وصمود كبيرين، وهذا الصمود يحتاج بالفعل إلى دعم كبير جدا في مواجهة هذا العدوان الغير مسبوق بكل أشكاله. يعني الشعب الفلسطيني سيصبر حتى النهاية في مواجهة، ولا يوجد خيارات إلا الصبر والصمود، وهناك إرادة متوفرة لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، ونأمل أن يكون هناك دعم أكبر باتجاه دعم هذه الإرادة الفلسطينية في مواجهة هذا الاحتلال الذي لا يتوانى أي لحظة في انتهاك كل المبادئ حقوق الإنسان. نعم. والاتفاقيات الدولية. هل هناك اتصالات بينكم كشبكة منظمات أهلية فلسطينية وبين المنظمات الأهلية الدولية أو العربية أو الإقليمية حتى يتم إرسال مساعدات إليكم في هذا التوقيت؟ نعم بالفعل هناك اتصالات مع كثير من الجهات الدولية وأيضا المؤسسات العربية الشقيقة من أجل أن يكون هناك تحرك أولا لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وثانيا المطالبة الدول بخاصة في المجتمع الغربي باتجاه أن يكون هناك تحركات للضغط لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، وهناك أيضا جهود فيما يتعلق بالمساعدات والضغط باتجاه فتح ممرات إنسانية في إطار المنظومة الحقوقية الدولية، وهذا مطلب استفدنا جزء من الفريق الإنساني الدولي الذي هم الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. هناك بالأمس كان هناك مطالبات من منظمة الصحة العالمية من تنسيق المساعدة الإنسانية أوتشا من غيره من الوكالات الأمم المتحدة بأن يكون هناك فتح ممر إنساني فوري وعاجل لإدخال المساعدات من مستخدماتها الأدوية والمعمات الطبية. طبعا الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض حاط كل هذه المطالبات، ولكن أيضا للأسف على المستوى الدولي الرسمي هناك بعض المواقف الدولية التي طبعا ترجمتها إسرائيل بشكل فوري أنه ضوء أخضر للاستمرار في هذه العمليات العدوانية وارتكاب المزيد من المجازر. هناك أيضا مطالبات من طرفنا باتجاه تسيير جسر من المساعدات، ولكن حتى الآن في ظل هذه الإغلاقات طبعا لا يمكن وصول أي من المساعدات إلى قطاع غزة، فنحن نسير على مسارين، المسار هو ضغط باتجاه فتح ممرات إنسانية، وثانيا أن يكون هناك مساعدات لتدخل إلى قطاع غزة. نوعية هذه المساعدات؟ يعني المساعدات أولا في الأساس هي مساعدات طبية ومساعدات غذائية، وهناك بعض المساعدات تتعلق بواقع المواطنين الموجودين في مراكز اللواء، حتى وهذه مساعدات آنية وفورية، وهناك مساعدات أيضا تتعلق بكثير من الأمور الحياتية للموجودين في المساكن من خارج إطار المواد الغذائية، يعني من مواد تتعلق بمواد التنظيف، مواد لها علاقة أيضا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعلم أنه المواطن يخرج من بيته بلا شيء، هناك أشخاص ذوي إعاقة فقدوا الأدوات المساعدة
من أجهزة وغيرها، فهناك طبعا وهناك مرضى، طبعا هناك مرضى خرجوا حملا إلى مراكز اللواء وتركوا وراءهم كل شيء، فبالتالي هذه المساعدات هي ضرورة قصوى لإنقاذ حياة المواطنين والتخفيف من وطأة هذا الواقع الذي يعيش. نعم أستاذ أمجد، مكتب أمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية قال بأن أكثر من 263 ألف شخص داخل قطاع غزة منذ السبت قد نزحوا بعيدا عن منازلهم. كيف يتم التعامل مع هذا العدد الكبير؟ ما هي احتياجاتهم؟ إلى أي مكان نزحوا كذلك؟ وأن لا مكان في غزة بعيد عن القصف. يعني السؤال جدا مهم، وأنا على تواصل مباشر مع مكتب المساعدات الإنسانية الأوتشا، وهذه الإحصائية صدرت في وقت مبكر. الآن هذه الأعداد تتزايد، الأعداد تتزايد بشكل كبير جدا. هناك طبعا أرقام غير محصاة التي مضافها الإحصاء بنظر للتنقل لدى أسر مضيفة من أقارب من أصدقاء، وهذه الأسر تنتقل معا إلى أماكن أخرى. هناك بالجوار هناك أسر تستضيف 10 عائلات لديها، الجميع في حالة تكامل وتكافل. الأساس هو الذهاب المواطنين إلى مراكز اللواء التابعة لوكالة غوث وتصفية اللاجئين الأونروا. كان هناك 50 مركزا أو مدرسة، هي بالأساس هي عبارة عن صفوف مدرسية يتم تحويلها بشكل مباشر إلى غرف لسكن وإيواء الناس في ظل ظروف جدا صعبة. لكن أستاذ أمجد، هذه المدارس التي تتحدث عنها وهي عددها 50 مدرسة، هل قادر على استيعاب هذا العدد الكبير الذي ينزح إليها؟ خاصة وأننا نتحدث عن أكثر أو ما يقرب من 150 ألف شخص قد ذهبوا إلى هذه المدارس. ولا بأي شكل من الأشكال، هناك ضغط كبير جدا على مدارس، هناك أناس طبعا في الساحات، ساحات المدارس الناس تلجأ إلى هذه الأماكن أو المدارس بصفتها تحمل علم الأمم المتحدة في إطار موضوع اللجوء إلى الحماية التي يمكن أن توفرها. ولا الجميع يعلم أنه حتى في ظل وجودهم في مراكز اللواء وتم تعرض بعض من المدارس للأضرار، وأيضا هناك من أصيب في عمليات القصف الإسرائيلية للمناطق المحيطة بهذه المدارس. أيضا هناك مراكز إيواء تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وتفتقر طبعا الكثير من الخدمات. هناك أيضا مدارس خاصة فتحت أبوابها لاستقبال النازحين داخلها. هناك المستشفيات، طبعا مجمع الشفاء الطبي الآن في هناك مئات الأسر موجودة داخل أروقة المستشفى. هناك طبعا ربما نحن نتحدث الآن أستاذ أمجد، هناك قذيفة على أحد المباني السكنية بالقرب من موقعنا الذي نقوم بتغطية الأحداث من قطاع غزة، وتحديدا في وسط قطاع غزة، وألسنة الدخان تتصاعد من هذا المبنى نتيجة لهذه القذيفة، وإضافة أيضا إلى استهداف العديد من المناطق لا سيما المخيمات. هذه المخيمات أيضا أستاذ أمجد تفتقر إلى العديد من الخدمات، خاصة وأن هذه اللحظات تشهد تكثيفا للقذائف لا سيما في مخيم جباليا وأيضا النصيرات. وضع هذه المخيمات في ظل هذا القصف الشديد، وهي بالأساس تحتاج وتفتقر أيضا إلى العديد من الخدمات. يعني بالفعل هي نقطة الأساس، أن هذه المخيمات أساسا في ظل العجز التمويل الكبير الذي تعاني منه وكالة غوث وتصفية اللاجئين الأونروا، طبعا أثرت بشكل مباشر، وهي الأكثر كثافة في قطاع غزة. قطاع غزة طبعا هو الأكثر كثافة في العالم، هناك 6000 نسمة تقريبا في الكيلومتر الواحد. مخيم جباليا هو الأكثر كثافة سكانية في العالم كله، هناك تقريبا 10000 نسمة في الكيلومتر الواحد. فبالتالي عمليات القصف كما حدث في جباليا قبل يومين في منطقة سوق جباليا، هناك أكثر من 55 شهيدا. هناك عجز كبير في الخدمات المقدمة والمتوفرة حاليا، وهذا سيؤثر بشكل مباشر على واقع السكان وهم لاجئين بالأساس. تقريبا أكثر من 70% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين الفلسطينيين، الذي وحسب الأونروا أن هناك 80% من سكان قطاع غزة أساسا بحاجة للمساعدات
والمساعدة الإنسانية بأشكال المختلفة. بالتالي الواقع حتى قبل العدوان الإسرائيلي الحالي أو قبل الحرب الإسرائيلية الحالية كان سيء، ولكن نحن نتحدث الآن عن فضائع تتعلق بالوضع الإنساني وحياة المواطنين تتعرض كلها للخطر في ظل أن لا مكان آمن في قطاع غزة. إذا كان هناك انقطاع محتمل للكهرباء نتيجة لنقص الوقود ونحن نتحدث عن ساعات قليلة، كيف ستعمل المشافي المختلفة سواء التابعة للقطاع الحكومي أو حتى التابعة لكم كمنظمات أهلية في ظل هذا العدد الكبير من الجرحى والمصابين الذين يصلون إليها في كل لحظة؟ يعني أولا هناك بعض المولدات الكهربائية البديلة التي يمكن أن تعمل من خلالها المشافي وتستمر يومين أو ثلاثة، ولكن بعد ذلك سندخل في فاجعة إنسانية غير مسبوقة، وهذا سيؤثر بشكل مباشر على حياة الناس. النقطة الأخرى، برنامج الأغذية العالمي تحدث بأن الوضع يزداد سوءا، محذرا أيضا من قرب نفاد مخزون المخزون من الاحتياجات الأساسية. الاحتياجات الأساسية المعابر تأتيها، أو معظم الاحتياجات الأساسية التي تصل إلى قطاع غزة هي من المعابر الحدودية مع إسرائيل، وهي الآن مغلقة. ما السبيل إلى توفير هذه الاحتياجات الأساسية من الغذاء في ظل احتياج ما يقرب من 800 ألف شخص في غزة إلى هذه الأمور؟ يعني سيكون هناك صعوبات كبيرة جدا في توفير الغذاء وبخاصة لمراكز الإيواء، ولا يمكن إيجاد حل إلا من خلال ممر إنساني حقيقي ومفتوح للمواطنين. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أمجد الشاوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، كنت معنا من قطاع غزة. تنضم إلينا أيضا من القدس المحتلة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي. إذا كان هو الوضع كذلك في قطاع غزة مع ضيفي الأستاذ أمجد، فماذا عن الوضع لديكم سيدة رتيبة؟ في مدينة القدس كما كل محافظات الضفة الغربية هنالك مسيرات عارمة تنتهي دائما باشتباكات مع جيش الاحتلال عند نقاط الاشتباك والتماس. في مساء الأمس سقط شهيدان إضافيين في مدينة القدس ليلتحقوا بكوكبة الشهداء مرة أخرى برصاص قوات الشرطة الإسرائيلية التي تتعامل منذ بدء الطوفان الأقصى بما عهدناها من عنف مبالغ فيه ومفرط فيه تجاه السكان، محاولة استفزاز السكان وقمعهم إلى أقصى درجة ممكنة. كانت كل أحياء القدس منذ اللحظة الأولى لطوفان القدس تنتفض، الطوفان الأقصى تنتفض في الشوارع وتواجه في القمع، وبشكل دائم هنالك اقتحامات من قبل الشرطة للأحياء الفلسطينية والتي أفضت بالأمس إلى ارتقاء شهيدين. طبعا هنالك العدد كبير أيضا من الجرحى والمصابين في المواجهات مع القوات الشرطة. ونحن نتحدث اليوم عن قوات شرطة وليست قوات جيش، ذلك لأن الجيش مستنفر بشكل كامل للتفرغ للعملية العسكرية في قطاع غزة. نحن نعلم أن نتنياهو أعلن حالة الحرب، وهذا يطلق العنان للتصرف دون محاكمات ودون قرارات سياسية ودون أي مرجعية لقوات الأمس سواء كانت الشرطة أو الجيش تجاه السكان. وبالتالي كنا قد شهدنا اعتقالات منذ بداية الشهر الماضي تحسبا الأعياد اليهودية احترازيا، والآن أيضا تنفذ اعتقالات عشوائية تنال الجميع، يعني لا تستثني لا نساء ولا أطفال ولا شباب ولا شيوخ في مدينة القدس. منع من دخول المسجد الأقصى بشكل واسع وموسع لإتاحة المجال للمستوطنين لاقتحامات المسجد الأقصى. طبعا احنا بنحكي عن اختلاف في وتيرة حتى الاقتحامات، يعني يوم الأحد مثلا منع الفلسطينيين بشكل نهائي من دخول المسجد الأقصى لإتاحة المجال للمستوطنين بالاقتحامات. اليوم الأعداد لربما أقل في الاقتحامات نتيجة الخوف من جهة ونتيجة التوجه إلى التجنيد الإجباري. معظم المقتحمين هم من الشباب الصغار، يعني أو ما نقول عنهم حتى شبيبة التلال أو المستوطنين المتطرفين من الشبيبة الذين يحاولون دائما استفزاز
الأهالي، سيارات المستوطنين في الأحياء المتاخمة للمستوطنات والأحياء اليهودية منذ الساعة 9 مساء حتى منتصف الليل كانت تقوم بجولات استفزازية أيضا لمحاولة استفزاز السكان أكثر وأكثر. هل ربما تتحول هذه التظاهرات إلى انتفاضة عارمة في الضفة الغربية نتيجة لما يحدث في قطاع غزة؟ يعني خليني أحكي أنه منذ بداية هذا العام هنالك حالة تهيؤ شعبي لانطلاق انتفاضة عامة في الضفة الغربية. حجم الانتهاكات الإسرائيلية، الاستفزاز الإسرائيلي، السياسات العنجهة الإسرائيلية، حالة الاحتقان وفقدان وسائل الحياة يعني في كل أنحاء فلسطين، ليس فقط في قطاع غزة وإنما أيضا في الضفة الغربية، كلها كانت مؤشرات أساسية تتحدث عن أن الوضع ممكن أن ينفجر إلى انتفاضة عامة شعبية في أي لحظة. الالتفاف الشعبي حول عرين الأسود وتخوم المقاومة وعمليات المقاومة في الضفة الغربية ونداءاتهم بشكل مستمر كانت تهيئ الجو لمثل هذه الانتفاضة. متى ستنطلق؟ هل ستنطلق الانتفاضة فعلا؟ هل سيكون هنالك ضغوطات لتأجيل انطلاقها؟ هذا ما ستبينه الأيام القادمة، ولكن الحالة الشعبية العامة، التعبئة العامة، هي تؤشر باتجاه انتفاضة شعبية عامة. ربما ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث أفاد مراسلنا بإطلاق صاروخين من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل، وأيضا الحديث عن تسللات إلى داخل الإسرائيلي ما بين الحدود ما بين إسرائيل ولبنان. كيف تعملون أنتم أستاذة رتيبة في هيئة العمل الوطني والأهلي من تحركات حول هذا العدوان الإسرائيلي المتكرر لديكم في القدس والذي تابعناه على مدار الأشهر الماضية، من سياسات تهويد، من اقتحامات للمسجد الأقصى، من إقامة شعائر دينية داخل المقدسات المسيحية والإسلامية معا؟ يعني أولا أنا بدي أحكي أنه كل مقدس يأخذ على عاتقه زمام المبادرة في التصدي لسياسات وعنجهية الاحتلال، ويعني المقدسين يؤمنوا بأنهم هم من صف الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المبارك وجميع الانتهاكات الإسرائيلية التي توجه في مدينة القدس. الصمود للتجار، الصمود للناس، الدفاع والالتفاف عن كل حالة موجودة، الاندفاع الشخصي. يعني حتى إذا أنت تنظر إلى الاقتحامات في المسجد الأقصى والمدافعين والمرابطين، حتى المسنين لتجاوز 80 من عمرهم في مدينة القدس يروا أنه من واجبهم التصدي لهذه الاقتحامات. لا يوجد لدينا لا طفل ولا شيخ ولا امرأة تخاف من صف الاحتلال، الجميع يقف صف واحد بمواجهة الاحتلال. في حملة كبيرة أيضا الآن في مستشفى المقاصد لجمع التبرع في الدم استعدادا لاستقبال الجرحى من قطاع غزة، ومتوقع في الأيام القادمة أن يكون هنالك يعني حالات، خلينا نحكي حتى في داخل مدينة القدس والضفة بشكل عام، عدد كبير جدا من الجرحى والاحتياج إلى وحدات الدم. أيضا في هنالك جمع لما استطعنا للإغاثة الإنسانية عندما تنتهي هذا الحرب. بمعنى نحن نعمل على كل الأصعدة، على صعيد التعبئة العامة هنالك بيانات صدرت منذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى للجميع بالاستنفار والاستعداد والوقوف بجانب إخواتنا في قطاع غزة حتى لا تكون النيران مصوبة اتجاههم فقط. كان هنالك أيضا توجيه للتبرع بالدم، توجيه للاستعداد لما بعد هذه العملية، بمعنى كل الوسائل متاحة ومفتوحة، سواء كانت هذه العملية ستنتهي قريبا أو حتى ستمتد إلى حرب أقليمية واسعة. أعتقد أن المقدسيين جميعهم أصبحوا الآن في حالة استعداد واستنفار لاستقبال ما هو قادم. السؤال، كيف يمكن نقل ما ترتبون به أو إليه من مساعدات إلى قطاع غزة في ضوء أن جميع المعابر الرابطة بين القطاع والضفة هي مغلقة؟ يعني في الوقت الحالي هي مغلقة، نعم صحيح، ولكن في كل مرة كان يتوجه
المصابين من قطاع غزة والمحتاجين للعلاج من قطاع غزة إلى مدينة القدس، المستشفيات الرئيسية التي تستقبل المرضى من قطاع غزة هي موجودة في داخل مدينة القدس، وبالتالي من هذا الباب يعتبر المقدسيون نفسهم ذو أولوية في استقبال دائما جرحانا من قطاع غزة، وبالتالي يكون الاستعداد لهذه المرحلة. متى سيتم فتح هذه المعابر؟ يعني لأكون صريحة، نحن لا نرغب بمعابر إنسانية توجه المواطنين الفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وبشكل واضح يعني لا نريد أن تستغل إسرائيل هذه العمليات العسكرية في تهجير آخر لشعبنا الفلسطيني وجمعه لشعبنا الفلسطيني. من أجل ذلك إحنا نضغط بأن تكون المعابر هي من الداخل، أي يعني يتم توجيه الكثير من المساعدات من داخل الضفة الغربية إلى قطاع غزة، أن تكون العلاجات في الداخل، وحتى إذا اضطررنا لعمل جسور جوية، بعرفش بدهم يطلع مع الجامعة العربية اليوم بعد اجتماعهم الساعة 5، إذا بيقدروا يضغطوا بشكل دولي لفتح هذه المعابر الإنسانية، ولكن معابر إنسانية لا تشمل تهجير جمعي للفلسطينيين في قطاع غزة، وإنما نحن نريد معابر إنساني، حل إنساني دائم وليس مؤقت. نحن لا نريد معابر إنسانية، نحن نريد حل إنساني دائم. 16 سنة وهم يضعون 2.5 مليون فلسطيني في حالة أثر دائم في سجن، يمنع عنهم الغذاء والماء والكهرباء، متى شاءوا يقومون بإطفاء مولدات الكهرباء، متى يشاءوا يدخلون لهم الطعام، متى يشاءوا لا يدخلون، يعني في حالة سجن دائم. نحن لا نريد حل إنساني مؤقت، نحن نريد حل إنساني دائم لقضية قطاع غزة. وأعتقد ما تريده المقاومة من هذه العملية النوعية وتكبد هذا الحجم من الخسائر في صفوف الفلسطين هو لتحريك هذه المياه الساكنة وإقناع العالم بأننا فإن من هذا السجن 16 عام وغزة تحت القصف 16 عام وهي تحت الحصار، نحن اليوم نريد فتح ممرات آمنة ليس إنسانية فقط مؤقتا وإنما إنسانيا بشكل دائم لإنهاء معاناة قطاع غزة إلى الأبد. هل هناك تنسيق بينكم وبين منظمات من خارج فلسطين حتى يتم إمدادكم بالمساعدات اللازمة وأيضا إمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية اللازمة؟ بالوقت الحالي لا لسه ما في. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. من القدس المحتلة رتيبة ناتشا، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي. هذه هي الصور التي تأتينا مباشرة من وسط قطاع غزة، هي لألسنة النيران والدخان التي تتصاعد من أحد المباني. هناك أيضا في أقصى يسار الشاشة هناك قصف جديد من البحر على داخل قطاع غزة ووسط قطاع غزة لأحد المباني. إذن القصف مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي. هناك أيضا في مناطق أخرى ربما أثار الدمار تتبين من هذه الصور على محيط أو محيطات مختلفة وأيضا مناطق مختلفة من قطاع غزة، ولسنة الدخان تغطي سماء القطاع. التغطية ما زالت مستمرة لتطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة
من القاهرة الإخبارية، كما نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أنهم يمكنكم متابعة جميع الأحداث الإقليمية والعالمية لحظة بلحظة من خلال قناة القاهرة الإخبارية على منصة واتشات. بعد قليل الزميلة فيروز مكي تصطحبكم في التغطية القادمة لهذه التطورات المستمرة والمتلاحقة في قطاع غزة وغيره من الأراضي الفلسطينية المحتلة. أشكركم الموصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، كنت معكم على مدار هذه الساعات أنا محمد عبيد، والشكر موصول إلى حضراتكم.